الصفحة 19، الفصل الأول، الأوزان المجردة. صفحة 21، الثلاثي المجرد. اختلف الصرفيون في تقسيم أبواب الفعل الثلاثي المجرد، فمنهم من نظر إلى عين الفعل في الماضي والمضارع فعدها 6 أبواب، كما في فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل، وقد جمعها بعضهم في بيت واحد من الشعر. هامش رقم 1، تصريف الزنجاني، صفحة 54. فتح كسر فتح ضم فتحتان، كسر فتح كسر كسر ضمتان. ومنهم من نظر إلى حركة عين الفعل الماضي فعدها 3، مفتوح العين ومكسورها ومضمومها كضرب وعلم وطرف. وأضاف إلى ذلك كون عين لا تكون إلا متحركة لئلا يلزم التقاء الساكنين في نحو ضرب أنت. أما حركة الحرف الأول فلرفض العرب الابتداء بالساكن، وقد حرك بالفتحة لأنها خفيفة، وحرك الحرف الأخير بالفتحة للسبب عينه. هامش رقم 2، شرح التصريح على التوضيح، الأزهر، الجزء الثاني، صفحة 357. ومنهم من سار على التقسيم الأول واحتد الأبواب الثلاثة التي تختلف فيها حركة عين الفعل في الماضي عنها في المضارع، دعائم الأبواب لاختلاف حركاتهن في الماضي والمستقبل ولكثرتهن. صفحة 22، أما باب فعل يفعل فلم يدخلوا في الدعائم لعدم اختلاف حركاتهن في الماضي والمستقبل، لعدم مجيئه بغير حرف الحلق إلا شاذا كأبا يأبا أو متداخل اللغتين كركن يركن. ولم يدخل باب فعل يفعل لقلته لأنه لا يجي إلا من الطبائع والنعوت. هامش رقم 1، مراحل الأرواح، أحمد بن علي بن مسعود، صفحة 5. ولعل النظر إلى حركة عين الفعل الثلاثي في الماضي يحل كثيرا من الأشكال ويجعل دراسة أبواب الثلاثية يسيرة وسهلة. أولا فعل، قال أبو زيد الأنصاري: إذا جاوزت المشاهير الأفعال التي يأتي ماضية على فعل فأنت في المستقبل بالخيار، أن شئت قلت يفعل بضم العين وإن شئت قلت يفعل بكسرها. هامش رقم 2، قاموس محيط، المقدمة، الجزء الأول، صفحة 4. وقد صار على هذا المذهب كثير من الصرفيين يؤيدون ويدعمونه بالشواهد والأمثلة التي سمعوها عن العرب، حتى قال بعضهم: هامش رقم 3، شرح المفصل، ابن يعيش، الجزء السابع، صفحة 152، إنه ليس أحدهما أولى من الآخر، وقد يكثر أحدهما في عادة ألفاظ الناس حتى يطرح الآخر ويقبح استعماله. وقالوا: الثلاثي إن كان على فعل بفتح العين فالمضارع إن سمع فيه الضم أو الكسرة فذاك نحو يقعد ويقتل ويرجع ويضرب، وإن لم يسمع في المضارع بناء فإن شئت ضممت وإن شئت كسرت. صفحة 23، وقد جاء عن ابن جني، هامش رقم 2، الخصاص، ابن جني، جزء الثالث، صفحة 86، إنهما مسموعان أكثر السماع، وإن كان الكسر في عين مضارع فعل أولى به من يفعل. وقد ذكر ابن درستوي، هامش رقم 3، المزهر، السيوطي، جزء أول، صفحة 207-208، في شرح الفصيح، إنما كان ماضي على فعلت بفتح العين ولم يكن ثانيه ولا ثالثه من حروف اللين ولا الحلق، فإنه يجوز في مستقبله يفعل بضم العين ويفعل بكسرها كضرب يضرب وشكر يشكر، وليس أحدهما أولى به من الآخر، ولا فيه عند العرب إلا الاستحسان والاستخفاف، فما جاء واستعمل فيه الوجهان قولهم: نفر ينفر وينفر، وشتم يشتم ويشتم، وهو ينعى على ثعلب اختيار ينفر ويشتم بالكسر ويعلق عليه بقوله. ونظن المختار للكسر هنا أنه وجد الكسر أكثر استعماله عند بعضهم فجعله أفصح من الذي قل استعماله عندهم، وليست الفصاحة في كثرة استعمال ولا قلته، وإنما هاتان اللغتان مستويتان في القياس والعلة، وإن كان ما كثر استعماله أعرف وآنس لطول العادة. ويعلل التزام الناس لأحد الوجهين للفرق بين المعاني، يقول: وقد يلتزمون أحد الوجهين في بعض ما يجوز فيه الوجهان، كقولهم ينفر بالضم من النفار والإشمئزاز، وينفر بالكسر من نفر الحجاج من عرفات، فهذا ضرب من القياس. صفحة 24، يبطل اختيار مؤلف الفصيح الكسر في ينفر على كل حال، وقد ذكر ابن عصفور أنه يجوز الأمر إن سمع أو لم يسمع، وذكر أبو حيان: والذي نختار إن سمع وقف مع السماع، وإن لم يسمع فأشكل جاز يفعل ويفعل. هامش رقم 1، المزهر، الجزء الثاني، صفحة 39. ومما يروي عن أبي زيد الأنصار أنه قال: طفت في علية قيس وتميم مدة طويلة أسأل عن هذا الباب صغيرهم وكبيرهم، لا أعرف ما كان فيه بالضم أولى وما كان منه بالكسر أولى، فلم أجد لذلك قياسا، وإنما يتكلم به كل امرئ منهم على ما يستحسن ويستخف لا على غير ذلك. هامش رقم 2، المصدر نفسه، الجزء الأول، صفحة 207. وقد ذكرت كتب الصرف واللغة شواهد كثيرة على جواز الضم والكسر في عين مضارع فعل، فقد ذكر ضياء الدين السربادي أن العرب استعملوا اللغتين في ألفاظ كثيرة، وقد وردت أمثلة أخرى ذكرها ابن قتيبة وابن دري تؤيد ذلك. هامش رقم 3، انظر شرح الشافعي، الجزء الأول، صفحة 117، وانظر أدب الكاتب، صفحة 367-379، وانظر الجمهورة، الجزء الثالث، صفحة 449. وجاء في المخصص
هامش رقم 4 الجزء الرابع عشر صفحة 123 نقل عن المبرد وثعلب أنه يجوز الوجهان في مستقبل فعلة في جميع الأبواب صفحة 25 وقد ذكر ناس من رجال اللغة منهم الفراء أن الأصل في المضارع الكسر هامش رقم 1 لسان عرب ابن منظور مادة أتى وقد علل بعض ذلك بأنه أكثر والكسر أخف من الضم هامش رقم 12 المفصل الجزء السابع صفحة 152 وقد نقل عن الثعلبي أنه إذا أشكل عليك فعل ولم تدري من أي باب هو فاحمله على يفعل بالكسر فإنه أصل للأبواب هامش رقم 3 شرح بناء محمد الكفوي صفحة 7 ومع ذلك فإن هذه الدعوة تحتاج إلى إحصال يتضح فيه إذا كان الكسر في عين الفعل أكثر من الضم أم العكس هو الصحيح وقد وضع الصرفيون ورجال اللغة قواعد يمكن بها معرفة حركة العين في مضارع فعل فعل يفعل أولا إن المضاعف الثلاثي مفتوح العين في الماضي يكون مضموم العين في المضارع إذا كان متعديا نحوه مد يمد وهو قول الفراء وقد ذكر الفراء أنه شد من ذوات التضعيف وكان متعديا والذي يكون أصل فيه مضموم العين في المضارع ثلاثة أحرف نادرة جاءت باللغتين جميعها وهي شده يشده ويشده ونم الحديث ينمه وينمه وعلة الشراب يعله ويعله وزاد غيره بت الشيء يبته ويبته وحكى المبرد هره يهره صفحة 26 وجاء في بعض اللغات حبه يحبه ولم يجيء في مضارعه الضم هامش رقم 1 أدب الكاتب صفحة 369 وانظر المخصص الجزء 12 صفحة 124 وجاء في الصحاح ومختاره يبته بضم الياء وكسرها في المضارع وكذلك رمه بضم الراء وكسرها ومثل ذلك شجه يشجه ويشجه هامش رقم 2 مادة بته ورمه وشحه ثانيا إن كان فعل لمغالبة فمذهب المصريين أن مضارعه بضم العين مطلقا نحو كاتبني فكتبته أكتبه وعالمني فعلمته أعلمه هامش رقم 3 المزهر الجزء الثالث صفحة 38 ما لم يكن مضارع وجب فيه الكسر وهذا ما أشار إليه ابن جني حيث ذكر أن قلب بعض حروف العلة إلى غير صورها الأصلية قد يمنع الضم في المضارع ومن ذلك قولهم قاضاني فقضيته أقضي وساعاني فسعيت أسعيه وقد أشار إلى أنه لم يكن من الكسر بد محافة أن يأتي على يفعل فإن قلبي ياء واو وهذا مرفوض في هذا النحو من الكلام هامش رقم 4 الخصائص الجزء الثاني صفحة 226 وذكر سيبوي هامش رقم 5 شرح الشافية الجزء الأول صفحة 71 أن باب المغالبة ليس قياسا بحيث يجوز نقل كل لغة أردنا إلى هذا الباب وبصورة خاصة ما كان عينه ولامي حرف حلق بل نقول أن هذا الباب مسموع كثير صفحة 27 وقد بين السيوطي هامش رقم 1 المزهر الجزء الثاني صفحة 38 أنه قد شد الكسر في هذا الباب في قوله خاصمني فخاصمته أخصمه بكسر الصاد ثالثا ولزم الضم في الأجوف والمنقوص بالواو المناسبة نحو قال يقول وجاد يجود ودعا يدعو وعلى يعلو هامش رقم 2 همع الهوامع السيوطي الجزء الثاني صفحة 163 فعل يفعل أولا إن المضاعف الثلاثي المفتوح العين في الماضي يكون مكسور العين في المضارع إذا كان لازم مثل عف يعف وخف يخف وهو قول الفراء وقد ذكر أبو زيد الأنصاري هامش رقم 3 النوادر صفحة 101 إن يفعل من المضاعف لما لا يتعدى ويفعل لما يتعدى إلا أشياء جاء الشاذة وقد جاء بعض ذلك باللغتين جميعا قالوا جد يجد ويجد وشب يشب ويشب وجم ويجم ويجم وصد عني يصد ويصد وشح يشح ويشح وعن أبي زيد فحت الأفعى تفح وتفح هامش رقم 4 أدب الكاتب صفحة 369 ثانيا ولزم الكسر بالأجوف والمنقوص بالياء نحو باع يبيع صفحة 28 ورمى يرمي هامش رقم 1 همع الهوامع الجزء الثاني صفحة 163 ثالثا ولزم الكسر في المثال نحو وسم يسم وشد ذلك في حرف واحد ذكره سيبويه وهو قول جرير لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة تدع الحوائم لا يجدن غليلا قوله وجد يجد هامش رقم 2 ليس في كلام العرب ابن خالوي صفحة 4 رابعا إن فعل مفتوح العين إن كان أولي همزة فالغالب أنه من باب ضرب كأسر يأسر وأتى يأتي هامش رقم 3 شذ العرف في فن الصرف أحمد الحملاوي صفحة 14 فعل يفعل أولا حكى الكسائي إن ما كان عينه أولامي من حروف الحلق قال يلزمه الفتح نحو شاعرته فشعرته أشعره هامش رقم 4 شرح الشافية جزء الأول صفحة 71 وأنشدوا لعدي بن زيد العبادي إذا أنت باريت الرجال فلا تلع وقل مثل ما قالوا ولا تتزيد هامش رقم 5 النوادر أبو زيد الأنصاري صفحة 240 وقد ذكر أن ذلك ليس بالأصل إنما هو لضرب من التخفيف لتجانس الأصوات هامش رقم 6 شرح المفصل الجزء السابع صفحة 153 صفحة 29 وذكر التفتازاني هامش رقم 1 شرح التصريف الزنجاني التفتازاني صفحة 72 أنه اشترط هذا ليقاوم ثقل حروف الحلق
فتحة العين، فإن حروف الحلق أثقل الحروف، وشد ذلك في قولهم أبا يأبى، وذكروا أن سيبويه شبه ذلك بقرأ يقرأ لأن الألف تقارب الهمزة. هامش رقم 12 شرح المفصل الجزء السابع صفحة 154. ومما شد عن القاعدة هو ما كانت لام أو عيني حرف حلق ولم يأتي مفتوح العين في المضارع، قولهم ذخر يذخر، ودخل يدخل، وجاء يجيء، وقولهم برأ يبرؤ، وهنأ يهنأ، وزأر يزئر، ونهق ينهق، ونزع ينزع، ورجع يرجع، ونطح ينطح. هامش رقم 3 انظر درة الغواص الحريري صفحة 87، وشرح تصريف الزنجاني صفحة 72، وشرح المفصل الجزء السابع صفحة 153. وقد لخص الزبيدي هامش رقم 4 كتاب الاستدراك على سيبويه صفحة 28 ما سبق بقوله فأما فعل فمضارعه على يفعل ويفعل إلا أن يشد الشيء فيحكي، فإن كان موضع العين منه أو اللام من حروف الحلق جاء على يفعل، وربما جاء على أصله الذي ذكرناه. ثانيا فعل، وهذا الوزن لا يكون مضارعه إلا مضموما، وأكثر ما يكون في الغرائز والطبائع والخصال التي تكون في الإنسان مثل شرف يشرب وسفه يسفه، واشترط في هذا الوزن أن يكون لازما. صفحة 30 فإن ضمن معنى التعدي كسر وقيل سفيها زيد رأيه، وشد من فعل بالضم متعديا رحبتك الدار. هامش رقم 1 مصباح منير الخاتم الجزء الثاني صفحة 1065. وقد ذكروا أيضا أن المضاعف يستثقل مجيء من هذا الوزن إلا حرفا حكاه يونس لبت تلب، وزادوا قولهم عزت الشاه إذ قل لبنها من قولهم شاه عزوز إذ كانت ضيقة الأحاليل قليلة اللبن، وورد في اللسان حببت إليه بالضم صرت حبيبها ولا نظير له إلا سررت بالضم ولببت من اللب. وذكر رضي الدين استربادي قال بعضهم عزت الناقة ضاق أحليلها تعز بالضم وشرودم أي صار دميما، وثلاثتها فعل بالضم. قال جوهري إن لببت لا نظير له في المضاعف، وإنما غر الدميم والشرير والدمام والشرارة والمستعمل دممت بالفتح. وذكر رضي استربادي ان المضاعف قد ينقل الى فعل في التعجب مثل حببت، فلا يستعمل حب وشد بمعنى صار حبيبا وشديدا الا في التعجب. هامش رقم 2 انظر ادب الكاتب صفحة 363 وليس في كلام العرب صفحة 9 ولسان عرب مادة حب، وشرح الشافية جزء اول صفحة 78. وذكر ايضا ان الاجوف في الياء لا يجيء من باب فعل الا حرفا واحدا. صفحة 31 وهو هيء الرجل أي صار ده هيئة. هامش رقم 1 شرح الشافعي الجزء الأول صفحة 76. وذكر ابن قتيبة أن فعل لا يجي من الناقص اليائي سوى بهو الرجل بمعنى بهي، ونهو صار ذا نهية. هامش رقم 2 أدب الكاتب صفحة 367. ونضيف إلى ذلك سرية وسروة وسخية وسخوة. ثالثا فعلة، كل فعل كان ماضية مكسورا فإن مستقبله يأتي مفتوح العين نحو علم يعلم، وشد من ذلك أفعال معتلة سلمت من الحذف فجاءت بالوجهين الفتحة القياس والكسر في لغة عقيل، وهي وغير يغر ويغر صدره إذا امتلأ غيظا، ووله يوله ويوله، وولغ يولغ ويولغ، ووجل يوجل ويوجل، ووهل يوهل ويوهل. وشد من معتل أيضا أفعال حذفت فاءاتها فجاءت بالكسر، وهي ومق يمق، ووفق أمره يفق، ووثق يثق، وورع يرع، وورم يرم، وورث يرث، ووري الزندي يري، وولي يلي، وغيرها. هامش رقم 3 المصباح المنير خاتمة صفحة 1065، وانظر شرح ديوان المتنبي للعكبري جزء الثاني صفحة 264. وردت أفعال سالمة مكسورة عين في الماضي المضارع من أمثلة حسب يحسب ونعم ينعم، فهذه من تداخل اللغات. صفحة 32 تداخل اللغات، يعني بالتداخل أنه قد يأتي الفعل الماضي من وزن والمضارع من وزن آخر على غير مألوف، ومعنى ذلك أن لهذا الفعل لغتين مشهورتين إحداهما من وزن والأخرى من وزن آخر، ولشيوع هاتين اللغتين قد يأخذ العربي الفعل الماضي من لغة والمضارع من لغة أخرى فيتم التداخل وينتج من ذلك لغة ثالثة. وقد قال قوم بشذوذ هذا الباب، وعده آخرون من تداخل اللغات، فقد جاء في الخصائص هامش رقم 1 الجزء الأول صفحة 379 أن ابن جني يصم بضعف النظر وقلة الفهم كل من يفسر هذا التداخل بشذوذ أو ينسبه إلى الوضع في أصل اللغة، مع أنها في رأيه لغات تداخلت فتركبت. وجاء في اللسان أن باب تركب اللغتين باب واسع يحمله جهال أهل اللغة على الشذوذ. هامش رقم 2 ميم 12 صفحة 213. وتصنيف أمثلة هذا الباب مع شواهدها على وفق الأوزان التي وردت عليها مع توضيح محل التداخل فيها وذكر وزن الماضي والمضارع قد يحل أشكال باب مهم من أبواب اللغة. صفحة 33 أولا فعل يفعل، ومثال ذلك وحد يحد، وقد جاء في القاموس المحيط وحد كعلم وكرم يحد فيهما. هامش رقم 1 مادة وحدة. ثانيا فعل يفعل، ومثال ذلك كدت تكاد، وقد عز سيبويه ذلك إلى الشذوذ، ومن أمثلة هذا الوزن لببت تلب ودممت تدم، و
وسرر التسر ودمت تدام ومت تمات وجدت تجاد. هامش اثنان انظر الكتاب الجزء الثاني صفحة 227 ولسان عرب القاموس المحيط مادة لب ودوم ومجلة المشرق مقالة تداخل اللغتين في الفعل الثلاثي للخوري دون حنا مرتخ ميم 15 عدد 7 صفحة 523-526. ثالثا فعل يفعل ومن أمثلته حاضر يحضر ذكره ابن يعيش في باب التدخل وحكى أبو زيد الأنصار وجاء في اللسان هامش 3 ميم 4 صفحة 197 حضره وحضيره يحضره وهو شاذ وذكر فيه الفيومي ها بشكل 4 المصباح المنير مادة حضرة وحذر فلان بالكسر لغة واتفق على ضم المضارع مطلقا وقياس كسر الماضي إن يفتح المضارع لكن استعمل مضموم مع كسر الماضي شدودا ويسمى تداخل اللغتين. من أمثلته أيضا نجد ينجد ونكل ينكل وشمل يشمل وركن يركن وقنط يقنط ولبب التلب صفحة 34. ذكر السيوطي هامش رقم 1 المزهر الجزء الثاني صفحة 38 وانظر شرح المفصل الجزء السابع صفحة 154 وشرح الشافية الجزء الأول صفحة 136 مت تموت أشار إليه التفتازان في بواب التداخل وذكر السيوطي على لسان فراء وأشار إليه بن جني مع دمت تدوم هامش رقم 2 انظر خصائص الجزء الأول صفحة 380 والمزهر الجزء الثاني صفحة 71 وشرح وتصريف الزنجاني صفحة 72 وجاء في اللسان هامش رقم 3 ميم 2 صفحة 191 مت تموت قال ابن سيد ولا نظير لها من المعتل وقال سيبويه احتلت من فعل يفعل ونظيرها من الصحيح فضل يفضل وورد في كتاب الأضداد هامش رقم 4 صفحة 11 قال الفراء الذين يقولوا مت أو أموت ودميت أدوم أخذوا الماضي من لغة الذين يقولون مت أمات ودميت أدام لأن فعل لا يكون مستقبله يفعل على الصحاح دميت دمت تدوم ذكر ابن قتيبة على لسان أبي عبيدة هامش رقم 5 أدب الكاتب صفحة 372 وأشار إليه ابن جني هامش رقم 6 الخصائص الجزء الأول صفحة 380 مع مت تموت قال وإنما تدوم وتموت على من قال مت ودمت وأما ميت ومت ودمت فمضارعهما تمات صفحة 35 وتدام قال يا مي لا غرو ولا ملامة في الحب إن الحب لن يدام وقال بني يا سيدة البنات عيش ولا يؤمن أن تماتي ثم تلاقي صاحبا لغتين فاستفاد هذا بعض لغة هذا وهذا بعض لغة هذا فتركبت لغة ثالثة وجاء في اللسان هامش رقم 1 ميم 12 صفحة 212 قال أبو الحسن في هذه كلمة نظر ذهب أهل اللغة في قولهم دمت تدوم إلى أنها نادرة كمت تموت وفضل يفضل وحضر يحضر وذهب أبو بكر إلى أنها متركبة فقال دمت تدوم كقلت تقول ودمت تدام كخفت تخاف ثم تركبت اللغتان فظن قوم أن تدوم على دمت وتدام على دمت ذهابا إلى الشدود وإيثارا له والوجه ما تقدم وتركب اللغتين باب واسع يحمله جهال أهل اللغة على الشدود فضل يفضل ذكر سيبويه وأشار إليه تفتازاني ونقله ابن قتيبة قال أبو عبيدة يقال فضل منه شيء قليل فإذا أراد المستقبل ضم الضاد فقال يفضل قيل وليس في كلام العرب حرف من السالم يشبهه وأورد من أمثلته نعم ينعم وشمس يشمس وفرغ يفرغ وبرئ يبرئ صفحة 36 وكدت تكود وجدت يجود هامش رقم 1 انظر الكتاب الجزء الثاني صفحة 227 شرح تصريف الزنجاني صفحة 72 وأدب الكاتب صفحة 372 ومجلة المشرق موضوع ميم 15 عدد 7 صفحة 523 526 مقالة تداخل اللغتين في الفعل الثلاثي للخوري دون حنا مرتا وجاء في كتاب الأضداد هامش رقم 2 محمد بن القاسم الأنباري صفحة 11 أن الفراء يذهب إلى أن يفعل لا يكون مستقبلا لفعل وأن أصل يفضل من لغة قوم يقولون فضل يفضل فأخذ هؤلاء ضم المستقبل عنهم وورد في القاموس المحيط هامش رقم 3 مادة فضل فضل كنصر وعلم أما فضل كعلم يفضل كينصر فمركبة منها وذكر الفيومي هامش رقم 4 المصباح المنير مادة فضل وفضل بالكسر يفضل بالضم لغة ليست بالأصل ولكن على تداخل اللغتين ونظيره في السالم نعم ينعم ونكل ينكل وفي المعتل دمت تدوم ومت تموت وورد في اللسان هامش رقم 5 مادة فضل وفضل الشيء يفضل مثال دخل يدخل وفضل يفضل بالكسر كحذر يحذر وفي لغة ثالثة مركبة منهما
فضل بالكسر يفضل بالضم وهو شاذ لا نظير له، وقال ابن سيدة وهو نادر جعلها أبويه كميت تموت. صفحة 37 نعم ينعم جاء في اللسان هامش رقم 1 ميم 12 صفحة 579 قال ابن جني نعم في الأصل الماضي ينعم، وينعم في الأصل مضارع نعم، ثم تداخلت اللغتان استضاف من يقول نعم لغة من يقول ينعم فحدث ذلك لغة ثالثة. رابعا فعل يفعل ومن أمثلته نعم ينعم، ذكر سيبويه هامش رقم 2 كتاب جزء الثاني صفحة 227 مستشهدا بقول الشاعر وهل ينعمن من كان في العصر الحالي، وقول فرزدق وكوم ينعم الأضياف عينا وتصبح في مباركها ثقالة، وأشار إليه تفتازاني هامش رقم 3 شرح تصريف الزنجانة صفحة 72 حسب يحسب ذكره ابن قتيبة هامش رقم 4 أدب الكاتب صفحة 372 وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ يحسب ويحسبون بالكسر، وجاء في المزهر هامش رقم 5 جزء أول صفحة 401 أن الكسائي ذكر أن حسب يحسب جاء من تداخل لغتين، وذكر محمد بن القاسم الأنباري هامش رقم 6 الأضداد في اللغة صفحة 10 رأي الكسائي مفصلا. قال الكسائي صفحة 38 أخذوا يحسب بكسر السين في المستقبل عن قوم من العرب يقولون حسب يحسب، فكأن حسب من لغتهم في أنفسهم ويحسب لغة لغيرهم سمعوها منهم فتكلموا بها، ولم يقع أصل البناء على فعل يفعل يئس ييئس وبئس يبئس ذكرهما ابن قتيبة هامش رقم 1 أدب الكاتب صفحة 372 وجاء في اللسان هامش رقم 2 أنظر ميم 6 صفحة 21 وميم 6 صفحة 159 يئس يئس وييئس والأخيرة نادر، وجاء أيضا يئس من الشيء ييئس وييئس نادر عن سيبويه، قال سيبويه وهذا عند أصحابنا إنما يجي على لغتين يعني يئس يئس ويئس يئس ويئس يئس لغتان ثم يركب منهما لغة. ناحية ينحت ذكرة تفتازان هامش رقم 3 شرح تصريف الزنجانة صفحة 72 عرش يعرش وعكف كيف ذكرهما ابن يعيش هامش رقم 4 شرح المفصل الجزء السابع صفحة 153 على أنهما من التداخل. قنط يقنط جاء في اللسان هامش رقم 5 ميم 7 صفحة 386 وقنط يقنط بالكسر إنما هو على الجمع بين اللغتين. خامسا فعل يفعل ومن أمثلته صفحة 39 ركن يركن ذكره التفتازاني هامش رقم 1 شرح تصريف الزنجاني صفحة 32 في شرحه قال وأما ركن يركن فمن تداخل اللغتين أعنى أنه جاء من باب نصر ينصر وعلم يعلم، أخذ الماضي من الأول المضارع من الثاني، وذكره الرديس تربادي هامش رقم 2 طرح الشافية الجزء الأول صفحة 123 حكاية لأبي عمرو على أنه من التداخل ونقل بالمنظور هامش رقم 3 لسان عرب ميم 13 صفحة 185 عن الجوهري على أنه جمع بين اللغتين. قال يقلى وسلى يسلى وجبى يجبى ذكر ابن جني هامش رقم 4 الخصائص الجزء الأول صفحة 374 على أنه من التداخل. قال إنهم قد قالوا قليت الرجل وقليته، فمن قال قليته فإنه يقول أقلي، ومن قال قليته قال أقلاه. أنشد ثعلب أيام أم الغمر لا نقلاها ولو تشاء قبلت عيناها هامش رقم 5 لسان عرب ميم 15 صفحة 198 وقال أبو محمد الفقعسي يقلي الغواني والغواني تقليه هامش رقم 6 لسان عرب ميم 15 صفحة 198 وكذلك من قال سلوته قال سلوه، ومن قال سليته قال أسلاه. ثم تلاقى أصحاب اللغتين فسمع هذا لغة هذا وهذا لغة هذا، فأخذ كل منهما من صاحبه ما ضمه إلى لغته، فتركبت هناك لغة ثالثة كأن من يقول سلا أخذ مضارع من يقول سلية فصار في لغته سلا يسلا. صفحة 40 قنط يقنط ذكر ابن جني هامش رقم 1 الخصائص الجزء الأول صفحة 380 قال وكذلك حال قنط يقنط إنما لغتان تداخلتا، وذلك إن قنط يقنط لغة وقنط يقنط أخرى ثم تداخلتا فتركبت لغة ثالثة. هلك أهلك ذكره ابن يعيش هامش رقم 2 شرح المفصل الجزء السابع صفحة 154 على أنه من باب التداخل، وذكر أن الحسن قرأ يهلك الحرث والنسل، وأشار إلى أن محمد السري يذهب في هذا إلى أنه من تداخل اللغات، وذكره الرضي هامش رقم 3 شرح الشافي الجزء الأول صفحة 123 وحكاية لأبي عمرو على أنه من التداخل، وجاء في اللسان هامش رقم 4 ميم 10 صفحة 503 قال ابن جني ومن الشاذ قرأت من قرأ ويهلك الحرث والنسل، قال هو من باب ركن يركن وقنط يقنط وكل ذلك عن أبي بكر لغات مختلطة. قال ويجوز أن يكون ماضي يهلك هلك كعطب فاستغني عنه بهلك وبقيت يهلك دليلا عليها. غسى يغسى ذكر ابن سيدة وابن يعيش هامش رقم 5 شرح المفصل الجزء السابع صفحة 154 ولسان عرب ميم 14 صفحة 125 على أنه من التداخل. صفحة 41 معاني أوزان الثلاثي المجرد. لاحظ اللغويون أن الفعل الثلاثي المجرد ذو معاني كثيرة لا تكاد تنحصر لذلك، لذلك لم يحاولوا استقصاء معاني أوزاني وإنما نظروا إليها نظرة عامة ووضعوا فيها أحكاما عامة، ومن ذلك ما ذكر ابن يعيش أن فعل مفتوح
العين يقع على معاني كثيرة لا تكاد تنحصر توسعا فيه لخفة البناء واللفظ. واللفظ إذا خف كثر استعماله واتسع التصرف فيه. هامش رقم 1 شرح المفصل الجزء السابع 156-157. وقد أغفل سيبوي هامش رقم 2 أنظر الكتاب الجزء الثاني صفحة 214-233، وهو أقدم من كتب في هذا الباب استقراء هذه المعاني وسار على نجي من جاء بعدي من اللغويين، ولكن عمل على استقراء ألفاظ تقاربت معانيها جاءت على هذه الأوزان. فقد ذكر على سبيل المثال أنه قد جاء على فعل يفعل أشياء تقاربت معانيها لأن جملتها هيج وذاك قولهم أرج يأرج وحمس يحمس وسلس يسلس وقلق يقلق ونزق ينزق، هكذا الأمر في بقية الأوزان صفحة 42. وقد عد بعض المحدثين هامش رقم 1 دروس التصريف محي الدين عبد الحميد صفحة 62. فعل يدل على معاني ذكرها في كتابه منه الجمع نحو حشد وحشر وجمع وطلب نحو طلب وسأل نحو حبس ومنع. والحقيقة أن هذه معاني تمثل معاني ألفاظ أنفسها ولا تمثل معاني وزن، لأن في معنى الوزن زيادة لم تكن موجودة في اللفظ نفسها. فحين نقول ظنأت الماشية كثر ظنؤها، فإن وزن فعل قدم لنا معنى الكثير وهذا المعنى لم يكن موجودا في اللفظ نفسه. وإذا قلنا جز النخل أي حان أن يجز، فإن وزن فعل قدم لنا معنى الحينونة والتوقيت وهذا المعنى لم يكن موجودا في اللفظ نفسها وإنما جاء من وزن فعل. وقد أشار اللغويين إلى بعض المعاني مرتبطة بوزن فعل، فقد بينوا أن فعل مفتوح العين يأتي لمعنى الغلبة بشرط أن يكون مضموم العين في المضارع، فقد جاء في شرح الشافعي هامش رقم 2 الرد الاستربادي الجزء الأول صفحة 70. ومما يختص بهذا الباب ضم مضارعه باب المغالبة، ونعني بها أن يغلب أحد الأمرين آخر في معنى المصدر نحو كارمني فكرمته أي غلبته بالكرم، وخاصمني فخصمته، أخصمه، وغالبني فغلبته أغلبه صفحة 43. وقد توصل بعض المحدثين هامش رقم 1 دروس في التصريف صفحة 64 إلى بعض معاني هذا الوزن وبصورة خاصة بالنسبة لما اشتقوا الأسماء العيار الثلاثية. ومن هذه معاني أولا الدلالة على إصابة الاسم الذي أخذ منه الفعل نحو رأسه وفخذه وبطنه وجلده وإذنه أي أصاب رأسه وفخذه وبطنه وجلده وإذنه. ثانيا الدلالة على أن الفعل أنال المفعول من الاسم الذي اشتق منه الفعل لحمه وتمره ولبنه وشحمه أي أطعمه لحما وتمرا ولبنا وشحما. قال الشاعر إذا نحن لم نقر المضاف ذبيحة تمرناه تمرا أو لبناه راغية. هامش رقم 2 أساس البلاغة مادة التمر، وقد يأتي معنى سقى نحو صباحه أي سقاه صبوحا. هامش رقم 3 لسان عرب ميم 2 صفحة 504. ومنه قول طرفة متى تأتيني أصبحك كأسا روية، ومن ذلك سمه سقاه السم ومهت الرجل سقيته ماء وخمر الرجل سقاه الخمر صفحة 44. وقد ورد في اللسان هامش رقم 1 مصدر نفسه ميم 2 صفحة 38. وكذلك كل شيء من هذا إذا أردت أطعمتهم أو وهبت لهم قلت فعلتهم. ثالثا الدلالة على أن الفعل قد عمل بالاسم الذي اشتق الفعل منه وإنما يكون ذلك في الآلات نحو عصاه وسهمه ورمحه أي ضربه بالعصا والسهم والرمح، وقد جاء في اللسان من ذلك حصبه أي رماه بالحصباء وهي الحصى. وفي حديث ابن عمرو أنه رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب فحصبهما أي رجمهما بالحصباء ليسكتهما. هامش رقم 2 مصدر نفسه ميم 11 صفحة 319. ومن ذلك كلبه أي ضربه بالكلاب قال الكميت وولى بأجريا ولاف كأنه على الشرف الأقصى يساط ويكلب. هامش رقم 3 لسان عرب ميم 1 صفحة 725. ومنه ساط ضربه بالصوت قال الشماخ يصف فرسه فصوبته كأنه صوب غبية على الأمعز الضاحي إذا صيط أحضر. هامش رقم 4 لسان عرب ميم 7 صفحة 326. على أن الفعل قد اتخذ الاسم الذي أخذ منه الفعل جدر ونهر وبئر أي اتخذ جدارا ونهرا وبئرا صفحة 45. ومن ذلك ما ورد في اللسان حره أي اتخذ حريرة وهي الحسام الذي اسمه الدقيق. وفي حديث عمر ذرة وأنا أحر لك يقول ذرة الدقيق لأتخذ لك منه حريرة. هامش رقم 1 لسان عرب ميم 4 صفحة 178. ومنه بديت اتخذت عنده يدا وأنشد لابن أحمر يد ما قد يديت على شكبن وعلى عبد الله إذا نهش الكفوف. هامش رقم 2 مصدر نسخ ميم 15 صفحة 421. خامسا الدلالة على أن الفعل قد أخذ من المفعول بقدر الاسم الذي أخذ الفعل منه قولهم عشرة المال وربعته وخمسته أي أخذت عشره وربعه وخمسه. سادسا الدلالة على أن الاسم الذي أخذ منه الفعل قد صدر عنه عمل قولهم كلبه كلبه الكلب وسبعه السبع. اختلاف الأوزان واتفاق المعاني قد يتغير وزن في اللفظ الواحد ومع ذلك فإن معنى الكلمة يبقى واحدا في الحالتين. وقد وجدنا بعض هذه الألفاظ التي تأتي مرة على وزن وأخرى على وزن آخر محفوظة في كتب اللغة والصرف صفحة 46. فعل وفعل ذكر ابن قتيبة هامش رقم 1 أدب الكاتب صفحة 360. أمثلة وردت على هذين وزنين وقد احتفظت هذه أمثلة معانيها، فقد أورد سفها وسفها وحرمت الصلاة على المرأة وحرمت وسري الرجل وسروة. ونقل ابن قتيبة قول الفراء عجف
فهو عجف وهو حميق وهو حمق وسميرة وسمرة فعل وفعل. وقد أورد ابن قتيبة همش كثنان المصدر نفسه على هذين الوزنين قولهم سخن وسخن وصلح وصلح وشحب وشحب وخثر اللبن وخثر ورعف الرجل ورعف وطهرت المرأة وطهرت. وأورد حكاية للسيبوي عن بعضهم جبن وجبن ونبه ونبها. ومما سبق إيراده يتبين أن اختلاف الأوزان بالنسبة لللفظ الواحد مع الاحتباط بالمعنى ورد عن العرب إذ إنه مستعمل في سابق حياتهم لكن لم يرد في لغة واحدة اعتمادا على ما نقله ابن قتيبة من أن ذلك لغات إذ لا يمكن أن يرد ذلك في لغة واحدة. الرباع المجرد للفعل الرباع المجرد وزن واحد في العربية هو فعلا. صفحة 47. وقد أهمل استقراء معاني هذا الوزن في كتب اللغة والصرف قد قام بعض المحدثين همش رقم 1 محدين عبد الحميد دروس في التصريف صفحة 68 باستقراء قسم المعاني هذا الوزن في باب مستقل من مؤلف. وهذه المعاني هي أولا الاتخاذ نحو قمطرت الكتاب ودخرست الثوب وقرمضت أي اتخذت قمطرة ودخريصا وقرموضة. ثانيا الدلالة على مشابهة مفعول ما أخذ منه الفعل نحو بندقت الطين وعقربت فاطمة صدغها وعثكل شعرها ونحو حنظل خلق فلان وعلقم. ثالثا الدلالة على جعل اسم مأخوذ منه في المفعول نحو عصفرت الثوب وزبرقته وعندمته أي سبقته بالعصفر والزبرق والعندم نحو عبهرت الدواء ونرجسته أي جعلت فيه العبهر والنرجس ونحو فلفل الطعام وكزبره وشبرمه أي وضع فيه الفلفل والكزبر والشبرم. رابعا الدلالة على إصابة ما أخذ منه الفعل نحو عرقبته وغلصمته وحرقدته أي أصبت عرقوبه وغلصمته وحرقدته. خامسا الدلالة على أن الاسم مأخوذ منه آل للإصابة به عرفسته وعرجنته وعثقلته وقحزنته أي ضربته بالعرفاس والعرجون والعثكال والقحزنة. سادسا دلالة على ظهور ما أخذ من الفعل نحو أسلجت الشجرة وبرعمت أي ظهرت أساليجها وبرعمها.